السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده نتوما وليداتكم، وبشركم بروك وتدخل عليكم الصحه والسلامه وبشي رزيق وبصحيحه وانتم وليداتكم اخوتي. دابا كما كتشوفوا الحباب، شكرا لكم على المعامله اللي راكم كتوقفوا معايا وعلى القف اللي راكم واقفين معايا ومسانديني وعطيني كلمه طيبه، تليفون ما كيسكتش عليا. الله يجعل ربي يوقف معاكم في الدنيا وفي الاخره، الله يخليكم ليا، الله يجعل ربي يفرحكم. هاد العواشر اخوتي دابا كما كتشوفوا رانا ندير الروتين ديالنا الحباب اللي كنشاركو معاكم الطياب، وقبلوا علينا الحباب وشاهدونا، وراكم عارفين راه حنا كي قال هذا ربي اللي شاهد وربي اللي عالم الحباب، احنا كما كنطيبوا كما تتبقى الحباب، والله ما كنقدو ناكلو، والله الحباب ديالي انا اكثر. دابا ربي دابا ربي يجيب النصر، والله الحباب ديالي اللي دابا النصر يجي ان شاء الله معاكم، وقبلوا النصر اتي الحباب ديالي النصر ياتي ان شاء الله. السلام عليكم متتبعين ديالنا، تبارك الله على المتبعين الغاليين المغاربه الاحرار من طنجه للقويره وداخل المغرب وخارج المغرب، تحيه الجاليه للمغرب فيما كان، تحيه لخوتنا الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن ولكل الشعوب العربيه. تنتمناكم وانتم على مائده الافطار ان شاء الله، نتمناكم دعوتكم معنا ان النصر ياتي ان شاء الله في القريب، ما يتعداش ما يوصلش ل 27 ان شاء الله، حتى ياتي براءتنا ان شاء الله وامام العالم وامام المغاربه ان شاء الله. وانا تنهضر وراسي كيشوك، والله تنطلب الله ان يبين لنا حقنا، ظالمين او مظلومين ان شاء الله يا رب. ودعوتكم معنا الحباب، دعوتكم معنا وهلا خطيكم عليا وراكم في القلب، واخا نعيا نشكركم الحباب ديالي راه الشكر حقهم قليل، هلا خطيكم عليا العزاز غالي الله يكبر بيكم. ودابا كما كتشوفوا انا درت الحامه في الكوكوب، لابد خوتي خصني نشرملها بالعطريه، تما معلقه ديال الزبده مع مراش نشحرها مزيان باش تدخل لها العطريه، باش تجي راكم عارفين تجي الحامه بنينه، وسكين الجبير معايلق الخرفان معايلق ونلون خوتي شويه الملح خوتي حسب الذوق، وندير غير طريقة هاد الماء ونخلط الحيمة ديالو بالفاها كيما كتشوفو، ندير هاد العطرية ونردها تشحر مزيان، وهذا ندير عليها الخطيرة، هذا ندير عليها البصيلة والمعدنوس والثومة حتى تشحر مزيان أخوتي، وخليكم معايا. راه متعلمش جايبك وزعلنا جاب. انا جبت لباتي ديال الشاي تيعجبو. شفتي ديال الشاي عطيك بحال الواقع اللي تاكل ما كليتوه. لا يا عاوتاني جبت بعضي. شكون هي كل ماكله كتحطو توليتي. تحياتي لكم خوتي المشاهدين كلي لاباس عليكم، نتمناكم تكونوا على خير وبخير، شكرا لكم خوتي العزاز، تحياتي لكم الله يخطيكم علينا. ووقف ديالكم وقفوا معنا. الله يجعل ربي يوفقكم ان شاء الله، تحياتي لكم ويكبر بيكم. باش نكمل التصوير اولدي. انا جاي. زيد السي طيب كما كتشوفوا الحباب ديالي الحامة تشحرت، راني كنت نديرها في الطاجين الساعة زحمني الوقت اخوتي، الكوكوط هي اللي طيب لي. غندير الزيت دابا وندير الثومة والمعدنوس بصلة اخوتي هي مشلطتها غلي قلاتو لو يطوم نعرف عيني بان لي دابا حيد السي محمد يا ربي باش ما تجيش غير فوق البنادم، نور هاد الشيء. زيد السقاية كيما كتشوف الحباب ديالي هنا درتها، ودابا يتشحر لي هادشي مزيان، وهذا نمرق ونغلق عليه الحباب ديالي. وقبلوا علينا اللي درناها لكم، قبلوا علينا وشاهدونا الحباب، هذا هو الروتين ديالنا الحباب، هاد الطياب وهاد الشيء اللي كنشاركو معاكم الطياب والمشاكل ديالنا الحباب. سمحوا لنا على داك المشاكل الحباب، راه ماشي ديال الساعة ديالنا الحباب، الله ياخذ حقنا، لا ياخذ حقي. راني مرات اخوتي والله ما كنقدر حتى نهضر الهضره، راني ما كنقدرش نهضر، غير ما بغيتش ندرك عليكم الحباب، وراني عيانه الحباب ديالي. وري واش تجي بالعربي؟ العربي بحال فول حلوه، عجب اخوتي الواحد ما كيبليتش كاع، كاش لا ياكل الحباب ديالي.
ثم حليوه صحتو سي ديال الكريمه دابا مع الصيام الحباب اكثر من الفطور شي كويس دات ما قدش انا بعدا كاع ناكل هادشي راه هو ومريم البارح جابها راه باقه خوتي والله ما قضينا الفطور كي حطينا الفطور كما هزيناه والباقي تانتوما خوتي قالت ديال الشعير هانتوما الحباب ديالي ولا الخير والخمير الحباب اللي درنا كنشاركوه معاكم كنتمنىكم تشاهدونا وتقبلوا علينا الحباب اللي درناكم قبلوا علينا وتشاهدونا الله يشاهدكم الخير والتيسير الله يجعل ربي يوقف معاكم مع وليداتكم مع الاسره ديالكم مع الحباب ديالي الله يكثر خيركم ويخلف عليكم على ديك البصيمه الله يجعل الجنوة بنتي ياه هلا لا مريم يا ربي بدي الجنوة راه تما في ميكا بايا هلا لي الجنوة المعدنوس ها في ميكا بايضة ميكا بايضة بحكيت المعدنوس بحطو صبر بحطو ودابا كيما كتشوف الحبابة نخلطها بالخيص وجلبانة كيجي واحد الخضرة ديالهم زوينة دابا نجر خيصو اللي درنا كنشوفو معاكم العزاز الغالية يكثر خيركم ويخليكم لينا الحباب واقفين معنا الله يوقف معاكم الحباب ديالي ويوقفكم مع وليداتكم نفس خوتي ناكل 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 انا بعد الله خوتي ما بقات هادي الشهية ديال الماكلة فوالا باش ندير الحباب هادشي يكثر الماء اللي تجي مع عند الله حمدناه وشكرناه يا ربي وشكرتك الحبيب في كبير الحبيب لي عين عن الله يا تفضل لا موي الدرع في يدي هاي 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 ما كتقول لي بوكاش نوصل هاد الدرع في يدي باي عاوتاني وصلنا الدرع الجمهور بالله الدرع عاوتاني الذهبي ان شاء الله دابا كنطلب من المشاهدين الذهبي غنوصلوا ان شاء الله ملي غنفوزوا كنطلب من المشاهدين بلاتي بالطبع ملي غنفوزوا بالحقيقه واننا بارئين ان شاء الله غنعرفوا المغاربه كلهم هيك عندها 45 مليون ولا 48 ولا 50 مليون عندها المغاربه كلها بغيها تدخل غنبقاوش عندنا غير مليون يقولوا عندنا ملايين ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من دابا من الجمهور ديالي العزيز الغالي على قلبي تنتمنى منكم غير دعواتي يبين البرهان يبين البرهان هاد الشيء اللي كيتحط علينا خوتي راه الظلم الظلم هذا قسما بالله الا مرضت في صحتي انا مرضت الحباب راني ما كنقدش كاع النور الماكله راني كنطيبها بالدرع لوليداتي الله يشهد عليا يديا ما كنقدش نزل من ناكل تبيهم يديا تشلو عليا صحتي كلها ولكن حق عند الله حق وليدي حق عائلتي كاملة اللي ما كما تحط علينا هذا الباطل تندعيهم الله يبين حقنا وهاد الليلة وهاد العواش اللي جاية 27 يبين لي الحق د ولدي اللي حطوه عليه دعيتهم الله اللي يخلصهم هادشي اللي كانوا دعواتكم معايا دعوات غالية دعواتكم دابا كل اللي فطر وكل اللي مازال كل اللي عاد غيفطر دعوة الصائم لا ترد دعيو معنا الأحباب حنا كندعيو لربي في كل سجدة وفي كل عيطة تنعيطو عليه بغينا دعوتنا تبان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بغينا حقنا يبان ووليداتي ونكونوا منصورين باذن الله عز وجل شكرا لكم الحباب بارك الله عليكم وبالسلامه عليكم في فيديو جديد